واحد فيه في مكان قافل عليه باب بيخف يوم يفتح تاني. أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى. هوريك اخوك الكبير هيتصرف ازاي. وانا لسه استناك لما تتصرف اياك. انت بتغني عليا انا نبيل؟ ما اقدرش. اهو حظك الاسود بقى، لكن شو ايهاب ماشي الدم ضرب في دماغه عادي. انت ايه اللي جابك هنا؟ قرش اطلع بره. مين ده اللي يطلع بره؟ بس تعالى 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 تعالى. كنت خدتها من ايديها وطلعتوا على اوضتكم والوحده اعمل فيها اللي انت عاوزه. انت اللي مثالي زياده عن اللزوم. مهم احنا نعيش اقوياء يا ضعفاء وتابعين وخلاص بقى. والله انا ما عارفه كيف بدي اشكر حضرتك. مين؟ يا ميرفت انا عارف ان سفيناز معاكي. علاقه ايه اللي بيني وبين ايهاب؟ ايهاب ده خطيب يارا. ازاي تعمل فيها اللي عملته ده قدام الناس؟ امك بقى كويسه، يعني من الاخر كده الفلوس دي حلال. لا بقول لك يا فاطمه، انت كده بتغلطي فيا، انا هنا كبركم كلكم. انا قدام البوليس والناس ميته. يعني مش هتحاكم يالا. قولي حضرتك الاستاذ خالد هنداوي عامل دعوه انكار نسب. ايه؟ الترامادول اللي جاي لك هنحطه على الابيض اللي جاي، كده الكميه هتزيد والمكسب هيزيد. طب وحازم هيسافر ازاي وهو كده؟ يا ابني ما هو لازم يسافر قبل ما يفوق. بقول لك لو فاق بقى في العربيه ولا في مصر هبقى اتصرف ساعتها. الحمد لله. والله يا خالد انا ما عارفه اعمل ايه مع حازم. انا عملت معاه كل حاجه. عملته بالشده مره وبالعقل وبالهدوء مره. وهو دماغه متركبه شمال، كل اللي في دماغه ان احنا كلنا ضده وبنضطهده وان محدش حاسس بيه ولا قادر يفهمه. يا ماما يا حبيبتي، حازم باني حوالين نفسه حيطه وممنوع اي حد يقرب له. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني حازم بيكذب الكذبه ويصدقها.
هو عايز يبرر لنفسه كل تصرفاته الغلط، فيبررها يقول لك انا غلط علشان انتوا بتضطهدوه، بس كده. بس برضو احنا غلطانين، احنا كان لازم نعالج الموضوع ده من الاول، ما نسيبوش كده زي كرته التلج عماله تكبر 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 واحنا قاعدين نتفرج عليه. يا حبيبتي صدقيني احنا ما كانش في ايدينا اي حاجه تانية نعملها، وبعدين من ضمن العيوب الخطيره جدا اللي عند حازم انه ما بيسمعش لحد. حضرتك تقولي له اي حاجه ما بيسمعهاش، اللي في دماغه بس هو اللي صح، وحتى لو قال لك حاضر يا ماما هعمل كده بيلف من وراك ويعمل اللي في دماغه. ما كانش كده ابدا وهو صغير. عندك حق، بس حضرتك عارفه ان من يوم بابا الله يرحمه ما توفى حازم اتغير، بقى بني ادم تاني خالص، ما حدش فينا فاهمه ولا عارفه. اسمحي لي يا ماما، معلش ممكن نكمل كلامنا بعدين، لان ملك مستنيني بره في العربيه. ايوه ملك، انا كمان علاقه ملك بفاطمه موتراني شويه. مالهم دول كمان؟ يعني حاسه ان العلاقه بينهم مش مظبوطه. عندك حق، لا وملك مش قد فاطمه خالص. لا بيتهيألك ملك كمان مش سهله. ليه يا ماما بتقولي كده؟ ده ملك غلبانه جدا. والنبي ده انت اللي غلبان. بقول لك ايه، ما تاخدش كل حاجه بحساسيه بقى وتتلكك عشان تزعل. لا يا حبيبتي انا ما اقدرش طبعا ازعل منك ابدا، بس ممكن حضرتك تفهميني ليه بتقولي كده على ملك؟ انت مش ملاحظ انها من ساعه ما جت البيت هنا والمصايب نازله على دماغنا دي شخصيه غامضه جدا، وخصوصا بعد ما اكتشفت بقى علاقتها بالولد اللي اسمه اياد. حقيقي انا قرفت منها. لا اسمحي لي يا ماما، الواد اياد ده طلع من اقذر الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتك. ده ادعى بقى اني اشك فيها. قصدك ايه؟ قصدي ان ارتباطها بواحد بالاخلاق دي ادانه ليها. يا حبيبتي وهي كانت هتعرف منين ان اخلاقه كده اذا كان انا نفسي اتخدعت فيه سنين؟ يا سلام، وطول فترة الخطوبة ما طلبش منها حاجة غلط؟ حتى لو هو حاول هي أكيد ما عملتش. مش هعرفك إنها أكيد ما عملتهاش. جرى إيه يا ماما؟ وإحنا بنتكلم على بنت من الشارع، دي ملك بنت خالتنا اللي متربية معانا من وإحنا صغيرين. أيوه بس عاشت بعيد عننا مدة طويلة جدا، عاشت في لبنان. لا اسمحي لي يا ماما، اسمحي لي، أنت جاية على البنت جدا وأنا مش متعودة أشوفك بتظلمي حد. بصراحة بقى أنا مش طايقاها من ساعة ما كنت هتتسجن بسببها، من يومها ومن يوم ما اتكلمت معها على اسمه اياد ده وانا مش قادره اثق فيها. تاني يا ماما وارجع واقول لك لو سمحتي ما تتسرعيش في الحكم على ملك، اديها فرصه وانا حاسبت لك انها غلبانه زي ما بقول لك. بس بعد اذنك بقى اطلع لها البنت كل ده قاعده في العربيه واحنا ورانا حاجات. ماشي؟ نكمل كلام بعدين. بعد اذنك يا ماما. صباح الخير. صباح النور. يا ترى دكتور خالد موجود؟ هو على وصول ان شاء الله، تقدري حضرتك تنتظري. اوكي متشكره قوي. تفضل. صباح الخير يا حازم. صباح الخير يا ياسين، تعالى. ايه الاخبار؟ تمام تمام يا راجل. ده انا سامع انك كنت عايش فيلم اكشن في شهر العسل، وايه موضوع الخطف ده كمان؟ كنت ايام سودة بعيد عنك. وطلبوا كام فدية يا ولاد اللذينه دول؟ نبتسم عادي بطمن عليك. لا طلبوا مبلغ كبير شويه، ده غير حكايه السرقه اللي كانت في الاقصر. سرقه؟ ده ايه الموضوع ده كمان؟ اتفضلي يا ستي. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا خالد. من فضلك ممكن اتكلم معاك شويه؟ اسف مش فاضي. معلش مش هعطلك ومش هاخد من وقتك كتير خالص. اتفضلي. صباح الخير يا دكتوره ملك. صباح النور يا مي. في معرضيه في مستشفى حضرتك. خمس دقايق داخل. هي حصلت يا خالد؟ دعوة إنكار نسب؟
وانت ليه ما بتشوفيش غير اللي ضدك؟ ما تاخديش بالك انت بتعملي ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي اني شاكك ان الولد ده ابني. بعد كل اللي انا قلته لك ده انت برضه لسه بتشك؟ والله اللي زيك الواحد لازم يشك فيها. كتر خيرك. جرح فيها كمان. ما خلاص بقت هوايه عندي. لا بقولك ايه؟ ما تفتكريش ان الطريقه دي هتخليها صدقك. انت ليه مصر تخلي ابننا يمر بتجربه قاسيه زي دي؟ قاسيه؟ قاسيه ليه؟ ده تحليله هيعمله. يا سلام، بالبساطه دي يا دكتور؟ امال عايزاني ازاي اتاكد من ابني؟ هو انت عايز تفضل تعذب فيا عشان غلطه انا عملتها من سنين من قبل ما اتجوزك؟ وما كنتش دريانه انا بعمل ايه؟ يا سلام، ما كنتش دريانه؟ ليه ان شاء الله؟ اغتصبك ولا خدرك؟ حاجه زي كده. بقولك ايه؟ انا مش عايز اعرف اصلا حصل ازاي. اقسم لك يا خالد ان الولد ده ابنك. خلاص؟ اما انت متاكده قوي كده قلقانه ليه؟ انت برضه مصر تقطع اخر خيط بيني وبينك مش كده؟ ايه ده؟ هو احنا في خيوط بينا لسه ما اتقطعتش وانا معرفش ولا ايه؟ اه يا خالد في. وانت عارف كده كويس بقى. بس انت بتحب تضحك على نفسك. اتفضل. اهلا اهلا بالقاموس. يعني انت عايزين نعرف انك سافرت من غير ما تقولي له ما تنص؟ ده انت حتى ما فكرتيش ان انا ممكن اكون عايز اجي معاكي. هي جت فجاه، اعمل ايه؟ وبعدين انا اتصلت بيك عشان اقول لك تيجي معايا، لقيتك واخد موقف، اعمل ايه؟ ما هو انا اتضايقت يا ملك. طب خلاص بقى ما تصعبش. بس ما تبقاش بايخ، الموضوع عدى يعني. طب كلمتي مدام فريده؟ لا. كمان اعمل ايه يعني؟ اصلا في مشكله كبيره، وطنط فريده اصلا مش فاضله من الاساس. هتكلميها امتى؟ يعني اقرب وقت ان شاء الله. ماشي، بنشوف. سلام. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا عم عبدو. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بنتي انت كنت فين؟ ده انت يومك اسود. ايه؟ وكلب الغير بواب؟ والله العظيم كنت تعبانة قوي يا عم عبدو. تعبانة قولي، مش تروحي وتقولي عدولي. وانا كنت قادرة اتكلم من اساسه. بقول لك ايه؟ الكلام ده تقوليه للجماعة يدخل عليهم، انما عليا انا لا. انت رحت تشوفي رزق في حتة تانية، ولما ما عجبكيش رجعتي قفاكي قمر عيش. والله العظيم ما حصل، وعهد الله ما حصلكش. تصني قطر ما رحت في حته. بعد الشر عليك يا بنتي. يلا خش خش خش. ماشي. يا رياض، تصدق بقالنا كتير قوي ما قعدناش قعده زي دي. وانت وحشني جدا يا سياده اللواء. بس عارف انا محتاج في ال 24 ساعه 24 ساعه كمان. انا يا دوب روح المحكمه شويه قضايا وارجع اذاكر، انام شويه اليوم خلص، ابقى عندي مليون تليفون عايز اعمله، مليون مقابله، ما بليش وقت خالص. ومن سمعك والله يا رياض، اليوم زمان كان فيه بركه، كان الواحد بيعمل فيه 100 حاجه، انما النهارده لا. سيبك انت، قول لي اخبار ابنك عمرو ايه؟ ليه السيره دي بس يا صفيه؟ ما كنا قاعدين كويسين يا اخي. في ايه؟ ولسه مطلع عينيك زي ما هو؟ الا مطلع عيني. عارف يا صفيه، انا حاسس ان عمرو ده ابتلاء، ربنا بيخلص كل ذنوبي بانه بلاني بعمر ده. يلا ربنا يعديه على خير. يا رياض، ربنا سبحانه وتعالى بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. تمام، بس عمرو ده لا يمكن يكون زينه الحياه الدنيا. عمرو ده قدر، حاجه كده ربنا نزلها لي، قال لي ده عقاب السماء. يلا هعمل ايه؟
ربنا يستر. يا راجل ما تقولش كده، لو ربنا مش مديك عيال كنت هتتمنى ضفر عيل وتقول يعمل اللي هو عايزه. الله اعلم يا استاذ، بس عمرو ده شكله هيقضي عليا، هيقضي على اسمي اللي قاعد بقالي 40 سنه ببنيه، اسم رياض الفولي هينتهي على ايد ولد زي ده. اعمل ايه بس يا صفيه؟ اعمل ايه؟ قدر، انا ما بنامش بسبب الولد، قدر. ياه يا رياض انت مشحول قوي، بقى انا اللي جاي اقعد معاك نقضي ساعتين في انبساط، طب ما لقيت بالشكل ده؟ ما هو انت اللي جبت لي سيره عمرو، ما كنا قاعدين رايقين وبنشرب القهوه. خلاص يا سيدي انا اسف، قول لي بقى ايه اخبارك التانيه؟ انا اخباري التانيه زي الفل، وعايز اشكرك على تعبك معايا في موضوع ابن البنت اللبنانيه. يا عم لا شكر على واجب، بس تعرف يا رياض انا حاسس ان الاسم يوسف ماشي معاها، بس انا طنشت عشان خاطرك. بس هو بيقول ان واحده يعني من العملاء اللي تابعين لي. يا سلام، هو يعني مهتم بكل العملاء كده؟ معرفش ده اللي بيقوله. المهم انت اخبارك ايه؟ والله يا اخي مش تمام. ايه؟ في ايه؟ احكي لي فضفض. يا رياض انا حاسس ان انا عازب. نجوى ما بقتش تهتم بيا خالص. خلاص اتجوز. نعم يا اخويا؟ ايوه اتجوز، عيله صغيره تدلعك وترجعك 20 سنه ورا. في ايه؟ انت بتقول ايه يا رياض؟ ده كانت نجوى توريني ايام اسود من قرن بخروب يا راجل. بقول لك ايه؟ جمد قلبك. ايوه اتجوز، انت ما فيكش عيب، يلا اتكل على الله. رياض شكلك كده هتقنعني. اقول لك على حاجه، انت مقتنع جاهز. بقول لك ايه، سيبك من البتاع ده. عايز ايه؟ سيبك من البتاع ده، امسك بس. امسك. ايه ده؟ ايه ده الله يخرب بيتك. يا عم ما تبقاش جبان كده. جبان ايه وقرف ايه؟ يا ابني احنا في صيدليه مش في البيت. يا عم اسمع بقى وصحصح لي دماغك. ده كيس 250 جرام، يعني ربع كيلو. الجرام الواحد عامل 800 جنيه. احنا بقى عايزين بشطارتنا يا عم الدكتور نخليهم 400 405. يا نهار ابيض. انت شطاني يا ابني ولا ايه؟ يا عم شطاني على اساس انك بتبيع سبح يعني في المكان. طب شيل الزفت ده. انا هقفل ام الصيدليه ونروح نتكلم في حته تانية احسن. قدام يلا يلا. مالك يعني انت كده؟ يلا يا عم. بس يا ستي هو ده اللي حصل. طب وانت ايه رايك؟ يعني مصدقها؟ والله مالك انا ما بقتش عارف اصدق ايه، ما صدقش ايه. بس الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إنك لما تفقدي الثقة في حد مستحيل ترجعي تثقي فيه تاني. بص هو أنا يعني كان عندي سؤال عاوز أسأله لك، بس كنت مترددة شوية. لا اسألي براحتك. هو أنت لسه بتحبها؟ ايه رايك اقدم بيه؟ عظيم الحقيقه. المشروع شكله مربح قوي يا حازم بجد. دراسه الجدوى ما تخرش الميه. بس انا شايف ان المشروع ده محتاج حد متفرغ. ما البركه في حسام بقى. لا لا كره يا حازم، حسام برضه هيسيب الشركه. لا ما انا يعني لا 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 انا شايف ان احنا محتاجين حد جنب حسام. حد زي مين؟ مدام فاطمة مثلا. أنا شخصيا قعدت معاها ومعجب بشخصيتها جدا، خاصة في إدارة الأعمال. ما ننساش كمان إنها خريجة AUC. وبعدين ده أحسن بدل ما نجيب حد يسرقنا أو يعمل لنا مشاكل. ها؟ إيه رأيك يا حازم؟ رمضان الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. اركن العربية وفي عندك شنطة ورا دخلها لي جوه. من عينيا بقى.
اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا نوجة يا عسل. لا 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 أنا زعلانة منك قوي. ليه بقى إن شاء الله؟ ينفع اللي أنت عملته مع ابن فريدة؟ دي صاحبة عمري يا ابني. واحد وداخل عليا عايز يضربني. عايزاني أعمل له إيه يعني؟ أقف أتفرج عليه؟ بس الست بتشتكي منك مر الشكوى. تشتكي بقى مر الشكوى ولا بتاع؟ بقول لك إيه؟ أنا جاي جعان وتعبان وعايز أطلع أنام، ماشي؟ يلا. بقول لك إيه صحيح؟ أنت عملت إيه مع البوب الكبير؟ ولا حاجة، يا ريتك ما كنت سافرت أصلاً. يا ريت ما كنت سافرت؟ ده أنا قلت حاجة ألاقي إخواتي الصغيرين مالين البيت. بس يا واد، بطل قلة أدب. بطلنا. يلا أنا هطلع بقى أنام وبكرة نتكلم. ماشي يا حبيبي. باي يا حبي. تصبح على خير. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. عامل إيه؟ طمني عليك. أنا الحمد لله تمام. بوم، انت اللي وحشاني قوي. وانت والله العظيم وحشتني قوي. بقولك ايه، المره الجايه بقى لازم اخدك معايا انت ورانا، هناك هتنبسطوا قوي ان شاء الله. يا حبيبي بقولك ايه، احضر لك الحمام؟ يا ريت، لحسن انا راجع من السفر تعبان على الاخر. يا خبر من عينيا. تسلم عينيك. مالك يا حبيبي؟ لا يا امي مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ وانا يا ابني مش حافظه يعني شويه ضغطه شغل، عارفه بقى راجع من اجازه طويله. يقطعني انا السبب. اوعى اسمعك تقولي كده تاني يا امي، فداك الدنيا كلها. طب الفلوس اخبارها معاك ايه؟ مستوره والحمد لله. ما تشغليش بالك انت بالموضوع ده. طب يا حبيبي عشان خاطري اخرج اكمل علاج في البيت. طب عشان خاطر انا بقى يا ماما، انت مش تخرجي من هنا لما تخلصي علاجك وتبقي زي الفل. ايه ده؟ ايه يا ماما اللي انا بسمعه ده؟ هو انت عايزه تخرجي؟ تخيل يا حسام، عايزه تخرج تكمل علاجها في البيت. لا طبعا ما ينفعش، انت مش هينفع تخرجي من هنا غير لما نطمن عليكي. يا اولاد يا اولاد، انتوا مش حمل المصاريف دي كلها. اطمني يا ماما، قدها وقدود. وبعدين انت دايما وشك حلو عليا. انا الحمد لله النهارده مضيت عقد شراكه مع شركه جديده، فما تخافيش طمني. الله يزيدك بالنعيمه يا حسام يا ابن قلبي، ويرزقك بالحلال دايما. لا بس بجد يا حبيبتي، المره دي رحله كانت في منتهى الجمال. بس بقول لك ايه بقى، المره الجايه ان شاء الله عايزين نطلع انا وانت لوحدينا خالص كده في مكان هادي، يعني شوف لنا ريزورت كده يكون على ذوق.
ايوه بقى، ايوه، الميه والخضره، وطبعا معايا الوجه الحسن. اسكت يا نور اسكت يا حسن، والله الواحد قرفان قوي ان هو رجع البيت تاني، حاجه اخر قرف. لو ايه، لسه بكره بقى عندي شغل، مشاكل واجتماعات وخناقات، قرف. الواحد والله كان الود وده انه يقعد هناك على طول وما ينزلش تاني هنا ابدا. ليه عايز تبيع الارض اللي حلتنا؟ على فكره ده مش قرارك انت لوحدك. ما هو انا مش هقف ساكت لحد ما الاقي سعادتك مشرف في السجن. سجن ايه وبتاع ايه؟ وبعدين انت مالك اساسا؟ هو انت واصي عليا؟ يا ابني اعقل، هي اي نسيبه عايز تعملها وخلاص؟ انت عايز تتسجن عشان امك تموت بحسرتها عليك؟ يعني انت عايز نعمل ايه؟ عايز اروح اقول لحازم ان انا بنصب عليك؟ كويس قوي انك عارف انك بقيت نصاب. لا يا حبيبي، انا مش نصاب، وانت عارف كويس قوي ان الفلوس دي من حقنا، ولو القانون ما رجعهاش انا هعرف ارجعها بطريقتي كويس قوي. خساره يا حسام. يا خساره ايه ونيله ايه؟ بقول لك ايه يا ياسين؟ هو انت عايزني اعمل زيك؟ اقعد اتفرج على فريده الجبالي هي وعيالها وهم قاعدين بيتمتعوا في فلوسنا واسكت؟ يا اخي يبقى نصيبنا كده. وارضى بقى بقدر ربنا. حلو قوي بقى ان انت جبت سيره ربنا، وعلى فكره بقى العلم ربنا ما بيرضاش بالظلم ابدا. ولا بيرضى بالنصب، ولا بيرضى بالاحتيال. تاني هتقول لي نصاب وحرامي؟ بقول لك ايه يا ياسين؟ من الاخر كده، لو عملت اللي في دماغك هتشوف مني رد فعل عمرك ما كنت تتخيله في حياتك. بتهددني؟ سميها بقى زي ما تسميها، إذا كان أخويا الكبير مش عارف مصلحتنا فين، وعايزنا نكح تراب طول حياتنا. هجيبها، انا هجيبها. ما انت بقى جد الحاجات اهي يعني. بعد اذنك. مش كنت قايم دلوقتي؟ لا، ما انا قلت ما اسيبكش لوحدك، عيب برضه. لا جدع يا ابني، حنين دي صعب عليك. هي المزه طارت، يلا وريني هتعمل ايه. بقول لك يا بول، الموضوع موضوع وقت وهتشوف. نشوف. درينك يا مايكل والنبي. يا عموره، الغيبه الطويله دي كنت فين؟ في الحمام. بتعمل ايه في الحمام؟ كنت بعمل ايه في الحمام يعني؟ في الحمام فيها جو، والله هطلع خانتك عليا. بس سيبه دلوقتي، سيبه عشان البرنس واخد استماره سته وزعلان عليا. بقول لك يا عمور، انت مش ملاحظ ان الفتره دي نبيل فيه شويه فطفه كده بالليل؟ ايوه. ده ايدك جنبك حبيبي، ايدك جنبك، ايدك جنبك. ايه؟ انا عايز اعرف اللي حصل. بص يا سيدي، حنين كانت معديه وهو لسه جاي، يقوم لقى حد سابها وماشي. توكستك يا جو. اشرب عشان تنسى. ماشي يا حنين. ايه اللي مصحيك؟ مش جاي لي نوم بعد اللي حصل. ولا انا جاي لي نوم، ولا طايق البنات باللي فوق.
انت مش تايه على طول. نبي يا ماما غير الموضوع. انا مش فاهم، هو في حد غصبك على الجوازه دي؟ مش انت اللي تحددنا واصريت انك تتجوز البنت دي عشان تثبت لنا ان عندك شخصيه وفكره جايه من دماغك؟ انا ياما حذرتك من البنت وامها، وقلت لك ان امها بتطيق العمى ولا بتقناش. وانت بتقولي الكلمتين دول ليه بقى؟ بتشمتي فيا؟ ايه اللي بتقوله ده؟ في ام تشمت في ابنها؟ انت مش عارف انت بالنسبه لي ايه؟ لا عارف، انا الكومبارس بتاع البطل بتاعك. دي تخاريف. ده انا مسلمك كل حاجه، مسلمك حالي ومالي. هو ده اللي ظاهر للناس، انما الحقيقه حاجه تانية. يا عبيط، ده انت الوحيد في اخواتك اللي جنبي على طول معايا في الشغل. طب غير الموضوع يا ماما، عشان لو اتكلمنا في الموضوع ده هتتضايق من كلامي. ياه الدرجه دي؟ قد كده سهيله قسيتك عليا؟ قست مين وبتاع مين؟ وانا بصراحه بقى الست دي ما شفتش منها حاجه وحشه، بالعكس دي على طول واخده صفي. وانت بيخيل عليك الكلام ده؟ وعامل فيها مفتح وبتفهم كل الحركات. لا انا مفتح وبفهم كل حاجه، ولو بفوت بفوت بمزاجي. سهيله دي عقربه، هتحطك على حكره وبعد كده هتلدعك. عايز تقول ايه؟ الست دي نشرت في العيله كلها ان انا كوشت على فلوس امامك. يا ماما ده حوار قديم قوي، وهي بصراحه بقى عمرها ما جابت سيرته قدامي. وهي عبيطه عشان تسرك اللي جواها؟ بلاش دي. فاكر يوم الفرح؟ حكايه المؤخر؟ اه بصراحه بقى هي دي الحاجه الوحشه الوحيده اللي عملتها معايا. ورغم كل ده بقول لك مفيش طلاق. احنا عندنا في العيله مفيش طلاق، ما باش انت واخوك. وايه موضوع عندنا في العيله مفيش طلاق؟ مفيش طلاق، امال اللي خالد عمله ده ايه يا ماما؟ انت بتقارن وضعك بوضع اخوك خالد؟ كنت عاوز يستمر مع الاسماء ايمان دي بعد ما طلعت. هو انتوا عمركم ما بتغفروا لحد حاجه ابدا؟ امال انتوا ذنوبكم ايه؟ قصدك ايه؟ ولا حاجه. وبعدين انت بتناقض نفسك، انت بس شفت مراتك داخله في الاوتيل مع واحد كنت هترتكب جنايه، عايز اخوك خالد يسامح مراته على اللي عملته؟ ايوه بس دي مراتي يعني شرفي. وليه اخوك يستمر مع واحده اخلاقها كانت وحشه قبل ما تتجوزوا؟ ايه اللي ممكن تعمله في المستقبل؟ انت لو كنت بداله كنت قتلتها يوم دخلتها. والله مش مشكلتي بقى ان اخويا سلبي، وبعدين هو حضرتك شايفاني دموي قوي كده وممكن اقتل؟ انت لما تتعصب ممكن تعمل اي حاجه، انت بتبقى شخص تاني. وانت لما بتعصبي بتبقي ايه يا ماما؟ قصدك ايه؟ قصدي انك ممكن تعملي اي حاجه عشان توصلي اللي انت عايزاه. اخرس. ذكريات.
كانش نفسه يفضل قدام عيني. مين فينا حبه ضاش مش ندمان عليه؟ مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عيني؟ ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات، ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات.